لكن كمان كلمنا عن البصمات الواضحة اللي سابها يوسف إدريس. ليه يوسف إدريس الرائد في القصة القصيرة؟ يوسف إدريس كان يعني شديد الالتحام بالإنسان المصري، يعني يغوص في وجدان، هو تجاوز المرحلة الكلاسيكية في تاريخ القصة المصرية. بعدين ابتداها مبكرا، يعني أوائل الخمسينيات. هو يعني أول مجموعة ليه أرخص ليالي كانت 1950، قبل 52 بعام أو عام ونصف يعني، لكن إنتاجه بيتصاعد في وتيرة، كان في مقتبل شبابه في المرحلة دي. يعني هو ابن الجمهورية أو النظام اللي كان الجمهوري، والثورة يوليو اللي كان منفعل معاها بحماس، وكان يعني بيحمل فكر اشتراكي في هذه المرحلة. طبعا حصلت منعطفات وتحولات فكرية كثيرة جدا، لكن هو أهم ما يميزه هو فكرة الالتحام بالإنسان المصري والغوص في وجدانه وتكوينه وذهنيته وشواغله وتوتراته، يعني على كل المستويات، الإنسان المصري البسيط الريفي أو ابن المدينة، الطبقة الوسطى، الطبقة الناهضة المتعلمة الباحثة عن تحقيق ذاتها. فهنلاقي إن هو كان المرأة برضو في هذه الفترة الاشتراكية اللي كانت على كل المستويات زي ما حضرتك بتقول، وكل فئات المجتمع وطبقات المجتمع، لكنه كان عنده تركيز شوية على الأرياف. إيه السر في ده؟ هو الحقيقة يمكن اللي اشتهر بعض الأعمال اللي فيها البعد الريفي، إن هو عاش في الريف، هو ابن الريف، ووالده كان بيعمل في الري، وكان بيتنقل معاه من مكان لمكان، وشخصية والدته القوية برضو اللي هي كانت بتحمل تقاليد وعادات الريف، فهو طفولته كلها في الريف. لكن يعني هو الحقيقة في مراحل كتير، يعني ربما يكون من أهم من كتبوا عن الريف أو الشخصية الريفية، لكن عنده جوانب تانية كتيرة جدا. بالعكس يعني أنا بشوف أنه تجسيده للطبقة الوسطى الناهضة في القاهرة من المتعلمين أو الصاعدين حديثا أو الفئات الطموحة اللي بتحاول أنها تغير وضعها الاجتماعي بالتعليم أو مع التحولات والفرص التي تتيحها الجمهورية أو نظام يوليو، هنلاقي أن هو كان قريب من هذه الفئات. وممكن نقول ان هو يعني جسد الريفيين القادمين الى المدينه او الوافدين الى المدينه.